بتقدر تتعلم قاعدة باللغة الإنجليزية في 5 دقائق؟ آه بتقدر، ما تقول لي ما بقدر، بقول لك تعال نطبق ونشوف كيف. القاعدة تاعتنا اليوم تحكي كيف نحول الاسم من مفرد from singular لإيش؟ لجمع لبلورال. الآن الطريقة الأولى أو الخطوة الأولى إنك تضيف لنهاية الاسم المفرد أس. هاي كل القاعدة أو هاي القاعدة كل الكوكب بعرفها. مثلا أعطاني كلمة كار، شو معنى كار؟ سيارة. حولها لجمع، ضفنا لها أس في النهاية صارت كار سيارات. دور معناها باب، ضف لها أس شو بتصير؟ دورز أبواب. فريند معناها صديق أو صديقة، شو بتصير؟ فريندز أصدقاء. هاي معناها لوح، شو بتصير؟ طب يلا حلوا لي هاي وهاي لحالكم. تعالوا لهاي الكلمة، هاي الكلمة شو تلفظ؟ الفض لي إياها بالله. هاوس. هاوس شو معناها؟ منزل. كل الناس للأسف وأنا واحد منكم كنت ألفظها لما أحولها لجمع لفظا خاطئا، شو تلفظ هاي؟ هاوسز. هسه بتقول لي هاوسز، لا هي تلفظ هاوسز. شو تلفظ؟ هاوسز. كويس. الحالة الثانية بنضيف للاسم اي اس. متى بنضيف للاسم اي اس؟ بنضيف له إذا انتهى الاسم بوحدة من هذول المقاطع. اكس او سي 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 اتش اس 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 اتش وزد. إذا انتهى الاسم بواحد من هذول المقاطع بنضيف للاسم اي اس. شو هم المقاطع؟ في لعبة اسمها اكس او، وفي بنت اسمها سي 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 اتش اس 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 H وZ. كويس كويس. مثلا بوكس بيش انتهت بحرف الإكس، شو بنضيف لها؟ ES شو بتصير؟ بوكسز. وميز ما بين كلمة بوكس، هاي تعني صندوق، وفي كلمة بوكس هاي تعني كتب. هيرو بطل، شو بتصير؟ هيروز. شو ضفنا لها؟ ES. دش معناها صحن، شو بتصير؟ dishes. طبعا في حالات خاصة ما بتنطبق على القاعدة، تمام، في حالات خاصة لأن اللغة الإنجليزية بسموها exceptional language، لغة خاصة أو شاذة. الآن في بعض الأسماء بنضيف لها VES. ما تضيف للإسم VES إذا انتهى الإسم بحرف الأف أو FE. شو بنسوي؟ بنحذف الأف والأف إي وشو بنضيف؟ VES. شوف هاي الكلمة WIFE انتهى بأف إي، اشطب الأف إي وضيف لها VES بتصير WIFE زوجات. SELF انتهى بحرف الأف، اشطب الأف وضيف VES صارت SELF. الآن هذا الحرف شو تلفظ؟ هذا الحرف شو حرف إيش؟ يو ولا واي؟ واي. واي في ناس بيرفضوا يو. اذا الواي قبليه حرف ساكن بنشطب الواي وشو بنضيف؟ اي اي اس. راح تقول لي استاذ عرفات بعرفش اميز ما بين الساكن والعله. احرف العله هيهم او يو اي اي والاي. طب الاحرف الساكنه كل الحروف ما عدا هدول. طلع سيتي معناها مدينه حرف واي، وشو قبله؟ التي. هل التي من هذول؟ لا، معناته ساكن، معناته بشطب الواي وشو بضيف؟ اي اي اس. طيب كانتري حرف الواي قبليه ار، هل الار من هدول؟ لا، معناته ساكن، معناته بشطب الواي وبنضيف اي اي اس بتصير كلمه كانتريز. اطلع على هاي. توي معناها لعبه حرف الواي او، هل الاو من هدول؟ نعم الاو من هدول، معناته حرف العله بضله زي حرف الواي بضله زي ما هي. جينا للاشي الطلاب بس بوجه صعوبه فيه، انه هنالك بعض الاسماء لا تجمع باضافه الاس، هاي لازم تحفظها حفظ، ولما الطالب يسمع كلمة حفظ بخاف. طلع لي الفضل هاي قلبي من، شو معنى معناها؟ رجل. شو جمعها؟ من. طب هاي الكلمة ومن، امرأة شو جمعها؟ طب هاي توث، شو معنى توث؟ سن. شو جمعها؟ مش توث، معناها تيف. هاي فوت، قدم. شو جمعها؟ فيت. هاي الكلمة بتعرفوها شو هي؟ طفل. شو جمعها؟ children. طيب هاي غريبة شوي، هاي تلفظ focus معناها تركيز، أو بتيجي كفعل معناها يركز. هاي إلها جمعين focuses ضفنا es، أو تجمع foci. إذا شو تجمع؟ foci. غريبة شوي. هاي curriculum معناها منهاج، إلها جمعين بنضف لها s curriculums، أو الجمع الثاني شوي غريب curricula. شو تجمع؟ curricula. ماوس فأر شو جمعها؟ مايس. نفس الاشي لاوس اللي هو الجملة، تحكي ليش بتعرفش الجمل اللي هو الاشي اللي بيطلع بالراس، شو جمعها؟ لايس. اوكس ثور شو جمعها؟ اوكس. هاي الكلمة شو تلفظ؟ هاي لها لفظين، داتا او ديتوم، او داتا او ديتا. هاي جمعها معناها بيانة. ربنا يوفقكم وربنا دائما يوصلكم للنجاح اللي بدكم اياه. وبتقدر؟ بتقدر، بس انك دخل القاعدة براسك. شيروا هذا الفيديو لكل الناس اللي بتحبوهم وبتعرفوهم عشان تعمل فادية،
وشيل لغيرك عشان ربنا يكثر خيرك. والسلام عليكم.